وتعالوا بقى نعمل وصفة لطيفة كده اهو قدام حضراتكم. وتعالوا بقى نعمل وصفة لطيفة جدا، نعمل بسبوسة كده سريعة وسهلة وبسيطة. هنعملها ازاي؟ تعالوا بقى نشوف مقادير سهلة وجميلة ومعتمدة، اعتمدوها حتى لو لأول مرة، لأنه كل الناس اللي جربوها الحقيقة لأول مرة كانت ناجحة معاهم الحمد لله، وما اشتكوش منها وكانت جميلة زي ما شفتوا مطلعينها بكل سهولة. بصوا بقى هقول المقادير. عندي نص كيلو من السميد، خلاص؟ عندي كوباية إلا ربع من السمنة، بسبوسة تعتمد على طعم السمنة وجمالها. عندي كوباية إلا ربع من اللبن، كوباية وربع من السكر. شربات البسبوسة عبارة عن إيه؟ عبارة عن كوباية وربع سكر، كوباية وربع مية، وعصير ليمونة، ويكون شربات خفيف. تعالوا هنا نبص كده مع بعض هنا. بسم الله. هاخد بس الأول حاجة الشربات عشان نبقى مع بعض. بسم الله. أدي المية كوباية وربع، وأدي السكر. الأصل البسبوسة دي يرجع للدولة العثمانية أساساً، كانت بتتحضر في قصور السلطان، والمصريين هم بقى اللي حطوا اللمسات، مكسرات، قشطة، حركات، وانتشرت في الدول العربية ليها أسماء كتير طبعا، منها النمورة، هريسة، اسمها إيه، هريسة السميد، والسعودية بتقدمها سخنة جدا، أنا بحبها سخنة جدا، واليمن بتقدمها بالتمر، مصر هي اللي بتقدمها دايما بارده، يعني زي ما بنشوفها في محلات الحلواني كده بارده. يقال بقى انه في روايات اخرى ثبتت انه الفراعنه زمان كانوا بيعملوها ازاي، لانهم وجدوا في بعض المعابد والمقابر انه كان في بعض المقابر دي معجون من دقيق القمح والسمن والسكر في اواني كده فخاريه، وكانت منقوشه كمان على الجدران عندهم، وكانت بتتقدم للملك والملكه الام، فيقال انها كانت كده. طبعا سمت بسبوسه جاي اصل التسميه من كلمه بس، وهي خليط من السميد والميه والسمنه. تعالوا بقى بصوا، ادي الشربات. انا ما قلبتش، انا حطيت الميه، حطيت السكر وعصير الليمون وسبتها، هو هيدوب لوحده مش هلمسه عشان ما يسكرش. هاجي هنا هدوب، بس اخد بوله كبيره. موضوع سهل وبسيط فوق ما حضراتكم تتخيلوا، ان شاء الله نتيجته تبقى زي ما انتم شايفينها كده. طيب بسم الله. عايزه اقول لكم ان هي كمان من البسبوسه دي بتدي طاقه، بتدي احساس بالشبع، ناس تبقى محتاجه سكريات، بس طبعا مش معنى كده ان احنا ناكل منها على طول يعني، لكن طبعا هي فيها نسبه من الحديد، في السميد ده فيه حاجات كتير مفيده، لكن ما ينصحش ان احنا نكتر منها يعني. بصوا ادي السم، خليني كده ايه واحط، بسم الله. اللبن، والسكر، وصفة بسيطة جدا. وادي السميد، خمس دقايق هتعملوا بسبوسة رائعة. ولو أول مرة تعملوها قولولي. أنا عملت على فكرة على مدار سنوات طويلة أنواع كتير من البسبوسة، وفاكرة أول وصفة عملتها في حياتي للبسبوسة كانت من ثلاث مكونات، وكانت بالحليب المكثف المحلى، وفي ناس كتير جدا كانوا سيدات امهات رائعين كانوا بيقولوا لي احنا من ضمن عشنا عمرنا كله ما حبيناش نعمل البسبوسه دي، وقلنا ما فيش داعي نعملها لانها ما كانتش بتنجح معانا، ولما جربوا الوصفه الحمد لله انها نجحت، وانهم فرحوا حتى لو هي بسيطه انها نجحت، دي في حد ذاتها حاجه جميله يعني. فانا بصوا بدوب السكر مع اللبن مع السم، بصوا الشربات على طول اول ما يغلي قدام حضراتكم، معلش يبقى دي الطرق بتاعه الشربات على طول، لازم يبقى سخن وهي طالعه سخنه. ههدي عليه بس شويه، اول ما يغلي ههدي عليه واعد من بعد الغليان 10 دقائق كده على نار هاديه. خلاص انا بدوب هنا خليط السكر مع الحاجات الحلوه دي، لان انا مش عايزه اعجن البسبوسه، انا عايزه الم المقادير دي فيها عشان التعجين بيحفز الجلوتين اللي جوه السميد يخليها تنشف. ثانيه واحده هبص كده هنا، احنا بنحاول نسوي واحده اهي، طلعها بقى فوق هنا الريحه بقى الناس اللي بتحب جوز الهند، يعني بتحب جوز الهند في البسبوسه، ممكن ناخد معلقه واحده جوز هند مطحون نطحنه عشان ما يبقالوش يعني قوام جوه البسبوسه، لكن نستشعر طعمه ولكن مش حاسين بيه.
معانا هبه من القاهره، يا اهلا وسهلا. ازيك حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا حبيبه منورة قلبي. منوره يا حبيبتي، ربنا منوره بوجودكم حبيبه قلبي. شيف عظيمه، الله يسعدك. دي والبسبوسة جميله والموتيل حلوه الحلوه دي، انا مش كده مش مصدقه، بس عايزه بقى مخللات بقى. عينيا بس كده، ربنا يكرمك. طب قولي لي لو عايزه انواع معينه، انا عينيا ليكي حبيبتي. بس انا بعمل الخيار حلو قوي، وبعمل الجزر كويس ما شاء الله برضو. بس سمعت بقى عن مخلل كده المانجا. الله، اجار المانجا من عيني واحنا في موسمها دلوقتي. بس ازاي بقى التكات بتاعتها وتفاصيلها؟ لسه مش بعرف اعملها قوي. عينيا ليك. يا ريت تعملي لنا بقى حلقه كده مخصوصه للمخللات بس. من عندي ولعندي حبيبه قلبي. حاضر، نعمل لكم حلقه مميزه وان شاء الله تجربيه وتقولي لي رايك. يا رب، واسمع كده يا رب سمع حلو عن الثانويه العامه كده. امين يا روح قلبي، يا ربنا يفرح قلبك ويفرح قلب كل اولياء الامور اللي تعبوا ومنتظرين نتائج ان شاء الله. ربنا يعني يفرح قلوبكم كلكم يا رب، وتسعدوا بيهم ويبقى مستقبلهم اجمل حاجه في الدنيا. على الدعوه الجميله دي ربنا حبيبتي عليها يا رب. تسلمي لي حبيبتي، شرفتيني ونورتيني يا روح قلبي. شكرا ليكي مدام هبه. انا بدور بس على الصينيه بتاعتي، الفورمه بتاعت البسبوسه اهي. احنا عملنا بالفعل، كنا حلقة مخللات بس مصرية عادية، قلنا حاجات السريعة الناس اللي عايزة مخللات، بس لسه ما عملناش. احنا نقول يا هادي، ما عملناش اللي احنا حابينه. يعني بالنسبة للوصفات المخلل الواحد يبقى مبسوط بيها. يعني بصوا كده الفورم دي جميلة جدا وعملية. هحتاج الفرشة والسمن. خليني اخد ايه، شوية سمنة. طبعا هي مش هتحتاج، لان هي غرقانة سمنة، بس لازم ندهنها شوية. بصوا كده ومن الجناب. في ناس بتدهن معلقة طحينة، على فكرة يا جماعة الطحينة والله بتبقى جميلة جدا، بس معلقة واحدة صغيرة بس نفرش بيها زي ما أنا فرشة كده. يعني بصوا حاجة بسيطة قوي، تبقى جميلة وبتدي قوام للبسبوسة من تحت، وبتقدروا تنقلوها برضو بشكل جميل، مفيش أي مشكلة خالص. يعني اعملوا اللي يريحكم واللي موجود عندكم. الشربات قرب تمام. بصوا هنزل كده، نعمل على خليطين. اللي عايز يحط لوز او بندق او اي حاجه براحتكم خالص. و ماشي، نعمل كده، نعمل كده. معلش لازم ارزعها كده اهي، لازم تترزع كده. تعالوا نبص هنا، عايزين بس نقلبها الناحيه الثانيه. هي قربت، بس اسمحوا لي ايه، نقلب تاخد بس لون احلى. اهي مفتوحه الريحه بتاعتها، مش قادره اقول لحضراتكم عامله ازاي، هتتاكل سخنه لازم. طيب نقفل بس تاخد لون كمان، معلش عشان ايه، تبقى يبقى الموضوع اسرع. شايفين ازاي؟ اللي عايز بقى يحط دلوقتي اللوز مفيش مشكلة خالص، احنا عندنا لوز. طب ما تجيب لنا شوية كده نحطهم واحدة باللوز واحدة سادة، اللي بيحب سادة. في ناس كتير بتحب سادة. هقول لكم بقى طرق تانية للبسبوسة، هعملها حلقة بس بسبوسة بس بكل الأنواع، بطرق كتيرة جدا هتعجب حضراتكم وترضي كل الأذواق. جربوا بس الطريقة دي إن شاء الله تنول الإعجاب. بصوا أنا سايبة الشربات على نار هادية جدا، شمعة، من بعد ما غلي بعد 10 دقايق وما كملهمش، بس يعني عشان الشربات لازم ينزل سخن على البسبوسه وهي طالعه سخنه. احنا قدمناها هنا برضو، مخرجنا ممكن يستعرضها. بصوا طلعناها بكل صوره، اول ما هتسقوا بالشربات هتكتشفوا ان البسبوسه دي بعد شويه فيش 5 دقايق تهزوا الفورمه كده تلاقوها بتتحرك جوه الفورمه لوحدها، خلاص مش محتاجه حاجه تاني. خليني اخد شويه اللوز دول من محمد ونايه ونرص. بسم الله. بصوا كده، الله تسلم الايادي. بصوا بقى كده، شايفين ازاي؟ ادي البسبوسة. عايزين واحدة سادة ولا نص ونص؟ ممكن نعمل لكم نص ونص زي ما تحبوا يعني. اهو كده نص، ونعمل نص في المقابل كمان. عايزين بس نعمل الاول واحد شبه ده، اسمايل فيس. حاضر
نعمل بس الاول كده اتنين في مقابل بعض علشان ونسيب جزء ساده، يعني نحاول نرضي كل الاطراف. ايه رايكم؟ ولا عايزينها زي بعض كلهم؟ يلا عايزين لحد ما تاخد الوش عشان نصب دلوقتي الشربات ونايه وتبقى ختامها ايه مسك زي ما بيقولوا. بصوا كده يبقى احنا عملنا ايه؟ نقول تاني المقادير، نزليها لنا يا نودي المقادير بتاعتنا للبسبوسه، حاجه بسيطه وسهله. حطينا للشربات عندنا اولا نص كيلو سميد للبسبوسه، كوبايه الا ربع سمن، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه وربع من السكر، وبعد كده الشربات كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع ميه، وعصره ليمون وبس. تعالوا بقى نحطها في الفرن. شايفين البسبوسه؟ اوه دي مولعه. تعالوا بقى الشربات سخن. بسم الله اهو مخرجنا. يلا بينا. بسم الله. شايفين تشرب ازاي؟ طول ما هي بتشرب هي ناجحه. يلا شايفين؟ الله الله، هو ده الكلام. دي مش هتطير. مخرجنا بيقولي هي هتطير ولا ايه؟ مش بقول لكم عشان اثبت لكم حاجه واحده، ان هي هتتحرر لوحدها. هتتحرر لوحدها. بس الوصفه دي ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. بصوا اهو. طبعا لازم نسيبها شويه عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، لازم نسيبها شويه. احنا كده قلنا المقادير، انا عملت ايه في المقادير؟ انا خدت السمن والسكر واللبن في حاجه على النار، دوبت السكر جوه خليط اللبن والسمنه اما دابت، ما غليتهاش ولا قدحتها، تقليب بس كده. حتى لو انا طفيت النار وهي على السخونيه هيدوب السكر. طيب وحطيت السميد. بصوا بقى، تنشف لو انا حاطه كميه سكر كتير، لو انا قلبتها كتير. قلت لحضراتكم ده بيحفز ماده ال بيحفز الجلوتين جوه حبات السميد، يخليها تنشف تنشف. عشان كده احنا ليه لا مش محتاجين. والله الطريقه دي يا جماعه انا اشكر طبعا اي حد انا دخلت خدت كورسات او دخلت خدت في مصانع شفت بيعملوا الطرق وقال لنا الطريقه الصحيحه دي. طريقه مصنع بسبوسه بيعملوها كده، ما بيعملوهاش حاجه اكتر من كده، ولا زبادي ولا اي حاجه. اهو اهي كده. طبعا عايزينها مقرمشه شويه، ما تسقوش كل الشربات. احنا عاملين اهو النسخ قدام حضراتكم. الكميه دي طلعت اهو الفورمتين الصغيرين، عايزين تعملوها في فورمه واحده كبيره اللي يريح حضراتكم. المهم انكم هتتبسطوا بالنتيجه جدا، الطعم جميل. اللي عايز يزود جوز هند زوده معلقه واحده بس كبيره، معلقه طعام. اطحنوها في الطحانه وخلوها بودره تتحط مع السميد الاول، تخلطوها بيه وبعدين نضيف المكونات. يا دوب بلم بالعجينه كده كاني بدخل السوائل جوه السميد، لكن مش بعجن بايدي. العجن بالايد هينشفها جدا. طيب هي عموما احنا يعني هي مش هتحتاج تتغطى عشان تفضل طريه، بس انتوا عايزين تغطوها خمس دقائق مفيش مشكله، هتبقى طريه ورقه، هي من غير حاجه هتبقى طريه. دلوقتي بقى احنا النهارده اتمنى يا رب يعني ان الوصفات دي تنول اعجاب حضراتكم. احنا عملنا النهارده تخزين الملوخيه الخضراء، ازاي نقطف الملوخيه وازاي تدينا العرق الحلو اللي احنا متعودين عليه، عشان في ناس بتقطف الورق بس من غير العود او العنقود بتاع الورقه. عملنا طريقة تخزين سريعة وجميلة بتفضل خضرة وقاعدة معانا فترات طويلة في الفريزر، أهم حاجة نطلع الهواء منها ونعمل أكياس على قد الاحتياج. جربنا إزاي ننشف الملوخية زي ما بننشف بالظبط النعناع، وقلنا بينشف بعيدا عن الشمس عشان ما تسودش، ونفردها بعد ما نغسلها ونشطفها ونصفيها وتتفرد في مكان فيه هواء أو مروحة لحد ما تجف تماما، وبعدين ناخدها نفركها ونشيلها في أكياس او في برطمانات زجاجيه. اهم حاجه ما تبقاش مبلوله، وفيها نقطه واحده مبلوله تاكدوا انها هتعفن كلها. طيب بعد كده عملنا الطريقتين، عملنا طريقه ملوخيه بالجمبري، يعني طريقه جميله بنحبها لما بنروح اهل اسكندريه الكرام، وطريقه تانية عملنا بيها الملوخيه الناشفه اللي تدينا لون وطعم وعرق زي الملوخيه الخضراء اللي احنا عملناها بالظبط. فديتها شويه المرق بالتكنيك اللي حضراتكم شفتوه، بسيط لكن بيدي نتيجه جميله جدا. وعملنا البسبوسه، بسبوسه بسيطه جدا. الطريقه دي طريقه اعتمدوها حتى لو اول ما تعملوها تطلع رائعه.
وتقولوا لي بقى رايكم فيها، وهنعمل ان شاء الله حلقه خاصه بكل انواع البسبوسه اللي في الدنيا، من ابسط مكونات اللي بالقشطه اللي بالمكسرات اللي بالشوكولاته بكل اللي انتوا عايزينه. بس